خرافات ممكن تسبب في موتك. امتصاص سم الافعى، ودي خرافه منتشره في الافلام، وان انت لو لقيت حد اتلدغ من افعى تقوم جايب بقك وتحاول انك تمص السم، لكن ده هيتسبب في ان السم هينتشر بشكل اكبر في جسمه. محاوله انك تربط المكان اللي اتلدغ هيضر اكتر ما هيفيد. الحل الوحيد قدامك انك تخليه ينام بشكل مستقيم ويقلل ضربات قلبه ويتنفس بشكل ابطا، وده هيمنع السم انه ينتشر بشكل اكبر في جسمه. كمان حاول تفتكر شكل ولون الافعى اللي لدغتك عشان الدكاتره يقدروا يلاقوا لك ترياق مناسب. التصور بانك ميت قدام دب او يمكن قدام اي حيوان مفترس، الموضوع ده ما طلعش صحيح، لان النوع الوحيد من الدواء اللي ممكن تخدعه بالطريقه ديت هو الدب البني، انما لو كان دب ابيض او دب اسود فهو في الاغلب هيمساك يموتك. وبرضه فكره انك تحاول تجري من دب مش هتنفعك لانه هو سريع جدا. تسلق الاشجار برضه مش هينفعك لانه بيعرف يتسلق. الحل الوحيد قدامك انك تواجهه لو هو مش دب بني، استهدف المنطقه بتاعت مناخيره وبتاعت عينه. اي صخور قدامك، اي غصون شجر، حاول تضربه بيها لحد ما يسيبك ويمشي، وده لان الدببه بتحب الوجبات السهله، مش بتحب تلاقي اي نوع من انواع المقاومه. لو حصل انك جعت ولقيت نفسك في مكان لوحدك، الخرافة المنتشرة في الغالب هو ان انت اول حاجة تدور عليها هو مصدر للاكل، ولكن الكلام ده مش صحيح. الصح انك اول حاجة تدور عليها هو مصدر للشرب، وده لان البني ادم الطبيعي ممكن يعيش لاسابيع من غير اكل. فعندك مثلا غاندي قدر ان هو يقعد 21 يوم من غير ما ياكل اي حاجة وكان سنه 74 سنة، لكن الجفاف عنده القدرة ان هو يقضي عليك في غضون ايام. وتاني حاجة تدور عليها بعد الشرب برضه مش الاكل، لكن من المهم جدا ان انت تبني مأوى ليه عن طريق استخدام غصون الاشجار والاوراق بتاعتها، لان ده هيحميك من البرد ومن الحيوانات المفترسة. وبعد كده بقى ممكن تبدا تدور على اكل. اكل التلج ممكن ينقذ حياتك من الموت من العطش. هو فعلا برغم ان التلج والميه حاجه واحده، الا ان انت لو فكرت انك تاكل التلج زي ما هو ده هيسبب لك شويه مشاكل. اولها ان هيحصل انخفاض في درجه جسمك، ومن بعدها هيجي لك حمى. كمان التلج في العادي بيجمع فوق سطحه مجموعه من البكتيريا، واللي لو وصلت للمعده عندك هتسبب لك شويه مشاكل زي النزلات المعويه والغثيان. فالحل انك تسخن التلج الاول تحوره ميه وبعدين تشربه، وحاول تخلي التلج اللي هتختاره يكون لونه ابيض ما عليهوش اي شوائب، لان ده هيكون فيه نسبه اقل من البكتيريا. خرافات ممكن تسبب في موتك. لو هجمه كرش ام تسديد لك مريء، لو فكرت انك تطبق الكلام ده هينتهي بيك الامر وانت واجبا للقرش، لكن الحل الافضل هو ان انت تحاول تسبح بعيد عن القرش في هدوء، وده لان القرش في العادي بيكون نظره ضعيف فهو في الاغلب لسه ما لاحظكش. لكن في حاله ان هو بدا يهاجمك حاول ان تدخل صوابعك في عينه، وده لان هي اضعف منطقه في وشه. ولو معاك اي حاجه من معدات الغطس زي الزعارف مثلا استخدمها كسلاح واستهدف الفتحات بتاعت التنفس بتاعته، وافضل اضربها بشكل مستمر، وده هيتسبب في ان القرش هينفر وهيجري من ناحيتك. هتعمل ايه لو انت ضعت في الصحراء؟ هل الصح انك اول حاجه تعملها انك تروح تدور على مصدر ميه؟ الكلام ده صحيح بنسبه 50%، لكن لو انت فكرت انك تعمل كده هتصاب بالجفاف، وده بسبب اشعه الشمس الحارقه. الحل الصحيح هو ان انت تلاقي اي مكان ظل لو معاك اي كميه ميه اشربها كلها، لان محاولتك انك تشرب شويه ميه صغيرين كل فتره ده هيزيد الموضوع سوء. قعدتك في المكان الظل هتحافظ على الميه اللي في جسمك، ولما يجي الليل ويبقى الجو برد ابتدي دور على مصدر للميه. وفي خرافه ثانيه بتقول لك انت ممكن تشرب ميه الصبار، ولكن الميه دي هتسبب لك مجموعه مشاكل زي الغثيان والقيء وهتزود الجفاف الموجود في جسمك، وده لاحتواء الميه على مواد شبه قلويه هتسبب لك تسمم. غليان الميه مش هيخليها نقيه، لو المكان اللي انت فيه مصدر الميه اللي فيه ملوث اوعى تفتكر ان غليان الميه هينقيها. غليان الميه فعلا ممكن يدي على البكتيريا لكنه مش هيخلي الميه نقيه. في حل بسيط جدا ممكن تعمله عشان تنقي الميه، وهو ان انت تجيب قطعه قماشيه وتصب من خلالها الميه، وده هيفلتر الميه بحيث ان هو يزيل الشوائب الموجوده فيها، وبعدها انت ممكن تغليها عشان تدي على باقي البكتيريا، وساعتها هتكون الميه صالحه للشرب. معلومات مرعبه ممكن تنقذ حياتك. لو حصل انك لقيت دراعك او اي حاجه من اطرافك محشوره بمفك تمساح فحضر نفسك عشان تعمل ما يسمى بلفه الموت. التمساح لما بيمسك فريسته بيبتدي ان هو يلف بيها عشان يخلع اطرافها من مكانها، لكن انت لو قدرت انك تلف معاه في نفس الاتجاه بسرعه ده هيحميك بالقدر الكافي. لو حد شكله غريب وقفك في الشارع وسالك عن الساعه كام تجنب انك تبص في موبايلك وساعتك على طول، بل وانك حاول توريه الساعه اللي في ايدك عشان هو اللي يبص فيها، وده لان اسلوب شعبي يستعملوه الحراميه عشان يشتتوا انتباهك وينتشوا منك حاجه ويطلعوا يجروا. لو انت كراجل جربت انك تعمل اختبار الحمل ولقيته مطلع انه ايجابي يعني انت حامل، فما تقلقش لا انت مش حامل، ولكن ده معناه ان انت مصاب بالكانسر، وده لان الهرمون اللي بيعمله السرطان شبه الهرمونات بتاعت الحمل، ففي ساعتها حاول تلحق نفسك وتروح للطبيب على طول. لو ماشي بالعربيه بتاعتك بسرعه واكتشفت انك خلاص هتصطدم لا محاله، فالافضل ليك لو انت حاطط حزام الامان انك تسيب جسمك على الاخر وتحاول انك تسترخي انت واللي معاك، وده لانه هيعلي الفرص بتاعتك في النجاه. الكلام ده اكتشفوه بعد ما لقوا اغلب السواقين اللي بيكونوا واخدين مخدرات او شاربين كحول بيقدروا ان هم ينجوا بعجوبه من حوادث كبيره بسبب حاله الاسترخاء اللي بتكون موجوده في جسمهم من الكحول او المخدرات. لو اثناء ما انت عمال بتعوم في الميه وعمال تبلبط ولقيت فجاه الامواج عملت اشكال مربعه فما تفرحش بالشكل دوت، واجري فورا، وده لان معناه قوه السحب بتاع الموجه الجايه هتكون قويه لدرجه انها هتغرقك بساعتها ومش هتلحق تعمل اي حاجه. مهما كنت عطشان وقدامك تلج اوعى تشربه، وده لان المعده عندك لو تعرضت لكميه كبيره من التلج هتصاب بالحمى واللي عندها القدره انها تقضي عليك في غضون ساعات. لو حسيت انك عايز تتقيأ ابتدي بالهمهمه، وده لان يكاد يكون من المستحيل انك تتقيأ اثناء الهمهمه. لو لقيت ان في حد قدامك معاه سلاح وخلاص زنقك في حته وعلى وشك ان هو يقتلك فحاول
تحاول انك تخربشه بضوافرك، وبكده هيفضل الحمض النووي بتاعه موجود تحت ضوافرك. لو لقيت نفسك في دوله اجنبيه وحصلت لك مصيبه ومش عارف تعمل ايه، اتصل برقم 112. ده بشكل اوتوماتيكي هيوصلك باقرب نقطه شرطه موجوده حواليك، وده لانه هو رقم طوارئ عالمي مش ملتزم بدوله معينه. لو لقيت ان في كابل كهرباء واقع قدامك في الشارع، اثبت في مكانك وقرب رجليك الاثنين من بعضها وابتدي انك نط كانك ارنب. ده هيمنع الكهرباء انها توصل لطرف من جسمك بدون الطرف الثاني، وبكده هتتجنب الاذيه بتاعتها. حشرات البق الصغيره اخطر من تخيلاتك، ففي حاله ان هي لدغتك ما تفتكرش ان الموضوع كده عدى، طهر الجرح وبسرعه زور اقرب طبيب. وده لان الامراض البكتيريه اللي هي بتنقلها قادره انها توقف قلبك وغضون ساعات. لو اثناء ما انت نايم صحيت في نص الليل على صوت طفل صغير بيعيط بره اوضتك، قوم بسرعه اقفل الباب بتاع الاوضه واتصل بالحكومه او باي حد يقدر يساعدك، لان ده غالبا هيكون فك. الغرق شكله مش زي الغرق، لما بيكون في شخص بيغرق ما بيكونش شكله بيغرق، فانت غالبا هتلاقيه عمال بيطلع ويطلع راسه بره الميه ويدخل تاني في محاوله منه ان هو يكسب اكبر قدر من الهواء. فلو لقيت حد محطوط في الموقف دوت، تاكد ان هو بيغرق وروح انقذه. لو انت موجود في اوضه فيها مرايه او مرايه حمام وعايز تكتشف انها مرايه ثنائيه او لا، يعني يقدر حد يشوفك من الناحيه الثانيه، فحط صباعك على المرايه، ولو لقيت ان مفيش فراغ ما بين صوابعك والمرايه اهرب فورا. في امريكا في مجموعه الواح غامضه اسمها الواح جورجيا، محدش حتى لن يعرف مين هو اللي بناها، ولكن الالواح دي بتعمل كبوصله وكساعه وكنتيجه تاريخيه، بل وانها كمان موجود عليها ارشادات بكل اللغات عشان تقدر انك تبني مجتمع وحضاره بالكامل بعد انتهاء الحضاره ونهايه العالم. لو انت دخلت السجن والسجن للرجاله، لو لقيت نفسك موجود في حمام السجن، اخلع رجل كامله من رجل البنطلون وسيب الرجل الثانيه، وده عشان لو حد دخل وحاول ان هو يقتلك او يزيك تقدر انك تجري منه او تقاومه. حتى لو حد عرض عليك ان هو ياكلك الكبده بتاعت الدب وقال لك بقى ان هي مليانه فوائد والكلام دوت، ارفض فورا، وده لان هي فيها كميه مميته من فيتامين اي جسمك مش هيتحملها. لو معدي قدام ناس في اي مكان او لقيتهم داخلين عليك وحسيت ان هم هيزوك، جرب انك ترمي عليهم السلام او حتى تعرفهم بنفسك، ده هيخليهم اقل عدائيه معاك. لو انت لا قدر الله دفنت تحت الانقاض حيا ولقيت نفسك انك مش قادر تصرخ، فحاول انك تستعمل ايدك وتستعمل اي حاجه جنبك عشان تخبط 3 خبطات ورا بعض، وبعدين تسكت وبعدين تكمل تاني، وده لان عمال الانقاذ غالبا هيلاحظوا النمط الصوتي وهيجوا عشان ينقذوك.